أيها الأحبة، إن البذل عطاء، وإن التضحية عطاء، وإن السخاء عطاء، ولكن الشهادة في سبيل الله أسمى العطاء وأعظم العطاء. وما كان موكب الحسين عليه السلام إلى كربلاء إلا موكب الشهادة، يحث الخطى إلى الجنة، يعبد طريقها بالأجساد، ويرصفها بالأرواح، ويعبد طريقها بالأجساد، ويرصفها بالأرواح، ويبلل ثراها بالدماء الطاهرة الزكية. ولقد كان موكب الحسين عليه السلام مشعل الهداية وكوكب الرؤيا الواضحة في ليل داج من ظلم الظالمين والمغترين والمفسدين، ونداءة حق في آذان العتاة والمتكبرين. لقد كانوا فتية آمنوا بربهم وزادهم هدى، ورضي لهم الشهادة خاتمة والجنة موئلا، وبوأهم من سفر التاريخ وسيرته صفحة مشرقة وضاءة على مر الدهور والعصور. أجل أحبتي، لقد كان الحسين عليه السلام وآل بيته الأطهار وأصحابه الأبرار شهداء كربلاء، أولئك السباقون الذين كانوا وقود الثورة على الظلم والانحراف، تلك الثورة التي ما يزال أوارها يضطرب ويلتهب في النفوس المتعطشة إلى إحقاق الحق وترسيخ العدل ورفع الحيف والاضطهاد عن كل المظلومين في كل زمان ومكان. كربلاء، لقد غدوت محجا ثم أصبحت كالهواء انتشارا. كلما يذكر الحسين شهيدا موكب الدهر ينبت الأحرار. على محمد وآل محمد. أجل كنت محجاً وما زلت محجاً يا كربلاء، من ذلك اليوم الدامي الأليم وإلى يومنا هذا، لجميع القلوب والشعوب الحرة المتعطشة إلى الحرية والمؤمنة بثورة الحسين ونهضته الخيرة المباركة وقيم الحسين وأخلاق الحسين وتضحيات الحسين من أجل الحق ونصرة المظلومين والمستضعفين. هذه هي عاشوراء الحسين أيها الأحبة، عاشوراء الخالدة في التاريخ، عاشوراء يا بركان العظمة والشموخ والعطاء، يا منبع الثورات وألق الشهادة والتضحيات. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيد أنت قاهر للأعادي، شاعر الآل، مؤمن من بلادي، من بلاد الحسين، شبل علي، كربلاء وكعبة القصاد. هيا أنشد وردد الشجو حتى يسمع الكون صوت كل منادي، لبيك لبيك سيدي يا حسينا، أنت ذخري ومنقذي وعمادي.